دي كانت بعض الأخبار السريعة. خلينا مع حضراتكم كمان نعرف عناوين الصحف العالمية قالت إيه خلال الأسبوع ده هنا في المحترف. طيب نبدأ جولتنا النهاردة في فقرة الصحافة العالمية بصحيفة إيس الأسبانية اللي كتبت ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان من أجل التعاقد مع كيسي ورودريجو، خاصة أن الثنائي سينتهي التعاقد مع أنديتهم بنهاية هذا الموسم. كتبت طبعا ليفواري كيسيه طبعا لاعب الميلان رفض عرض التمديد المقدر ب 6.5 مليون يورو في العام. ريال مدريد مستعد لتقديم عقد بقيمة 12 مليون يورو لرودريجو. تعليقا على طبعا قدرة تعاقد ريال وبرشلونة مع الثنائي مجانا، كتب الصحيفة الكلاسيكو مجاني. لسه في أسبانيا تحديدا مع موندو ديبورتيفو الأسبانية اللي كتبت مزاد على هالاند، وكتبت اللاعب مطلوب في أندية مانشستر سيتي، ريال مدريد، تشيلسي، بايرن ميونخ، البي اس جي، ليفربول. الصحيفة اهتمت كذلك بطبعا جوزيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لنادي برشلونة واللي دافع عن نفسه من ادعاءات خوان طبعا، وألقى مسؤولية لابورتا إغلاق السنة المالية الحالية على عاتق فريق خوان لابورتا. طيب نسيب أسبانيا ونروح لإنجلترا، تحديدا سبورت مترو الأسبانية اللي سلطت الضوء على تصريحات جاريس ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي واللي أكد فيها أن لا أحد في مأمن، في إشارة طبعا اللي أن الأفضل فقط هو من ينضم إلى المنتخب الإنجليزي، وأن المنتخب مش عجوز لأسماء محدودة أو محجوز لأسماء محدودة من اللاعبين دون المستوى. كمان الصحيفة تحدثت عن تقديم مانشستر سيتي لعقد جديد لطبعا فودن لمدة 6 سنوات، بعد أكيد فودن بيتألق مع المان سيتي ويتألق مع الفريق الإنجليزي. لسه مع حضراتكم في إنجلترا مع ديلي إكسبريس، اهتمت ديلي إكسبريس بأحداث الشغب يمكن اللي حدثت خلال مباراة إنجلترا والمجر، وكتبت إنجلترا تستعد لحظر مشجعي ويمبلي. وكتبت الصحيفة كمان صحيفة إنجلترا هنعرف مصير طبعا العقوبات من خلال الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. طيب هنسيب إنجلترا ونروح لإيطاليا، تحديدا صحيفة كوري دي لسبورت اللي كتبت عن الدوري الإيطالي اللي بيعود بمباراتين كبيرتين وهما مباراة لاتسيو وإنتر وروما واليوفنتوس. اهتمت هذه الصحيفة أيضا بفريق نابولي الإيطالي وكتبت أوس مارتينيز هو السلاح السري لإسبالاتي. طبعا كل الصحف أكيد خلاص بدأت تتكلم عن عودة الدوريات في أوروبا. طبعا زي ما بقول لحضراتكم التصفيات على مستوى العالم خلال الأسبوع اللي فات، لكن خلاص عودة الحياة أو للدوريات الأوروبية إن شاء الله من يوم الاثنين هنتابع مع حضراتكم الدوريات الأوروبية وخاصة الدوري الإنجليزي.